سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي اين نوفيل فابريكاسيون. في هاد لا فيديو غادي نقوم بصناعه كريم مرطب للمناطق الجافه في الجسم، مثلا الكوعين والركب، ونقدروا نستعملوه حتى اليدين والرجلين الا كانوا عندنا جافين بواحد الكيفيه اللي كبيره. بفضل التركيبه ديالو المكونه من مجموعه من الزيوت، فهو فيه زيت السمسم، زيت اللوز، زيت الارغان، زيت جوز الهند، وكذلك زبده الشيا اللي عندهم فعاليه كبيرة في الترطيب، الشيء اللي كيجعل منه انه كيرطب لنا البشرة ديالنا من الاعمار. وغنحتاجو في التركيبة 10 غرام زبدة الشيا، 6 غرام زيت السمسم، 12 غرام زيت اللوز، 16 غرام زيت الارغان، 12 غرام زيت جوز الهند، 6 غرام لانيت او، 12 غرام لانيت ان، 10 قطرات من الزيت الاساسي لزهرة البرتقال، و85 غرام ماء مقطر، وطبعا مادة حافظة. يلا نبداو. اول حاجة كنقوم بها دائما قياس المكونات. في البول الاول غادي نقوم بقياس الزيوت مع لانيت او ولانيت ان، وفي البول الثاني غادي يكون فيه الماء المقطر. بعد ما غنوصلوا للحرارة المناسبة اللي هي دائما هي ما خصهاش توصل 70 درجة سلسيوس، يعني نبقاو في 65 درجة سلسيوس. المهم ما نوصلوش 70، لانه لفتنا 70 كتكون جميع الفوائد اللي عندنا في الزيوت كتفقد الفعاليه ديالها. من بعد كنقيسوا الحراره وغادي نضيفوا الزيوت على الماء المقطر، وغادي نستعمل انا الطراب اليدوي كيف ما كنقول لكم دائما. الا كنتو غادي تستعملوا، غادي تقوموا بصناعه كميه كبيره، تقدروا تستعملوا الميكسر. انا غنبقى نحرك بالطراب اليدوي بواحد الكيفيه اللي بالزربه باش الكريم ديالي دغيا كيبرد. خاصني نبقى دائما كنراقب الحراره، الحراره خاصها توصل ل 50 درجه سلسيوس عاد نقدر ندير الاضافات ديالي. الحراره وصلت ل 50 درجه سلسيوس، والحراره في هذه المرحله كتبدا تنزل بسرعه. غادي نبدا نضيف الاضافات اللي عندي. غادي ندير 10 قطرات من الزيت الاساسي لزهره البرتقال. كيف ما كتلاحظوا انني كنستعمل زيوت اساسيه اكثر من زيوت العطريه في الكريمات. تقدروا تستعملوا زيوت عطريه بالخصوص الكريمات اللي يمكن تتكون للجسم كامل، اما في الوجه دائما كنقول لكم من الاحسن انكم تستعملوا زيوت اللي تكون اساسيه. غادي نمزج الزيت العطري مزيان مع التركيب، ومن بعد غادي نضيف المادة الحافظة، وكذلك غادي نمزجها مزيان مع التركيبة، وغادي ندير الكريم ديالي في العلب اللي اختاريت. وهذا هو الشكل النهائي للكريم المرطب للمناطق الجافة جدا في الجسم. تقدروا كذلك تستعملوه للجسم كامل الا كانت البشرة ديالكم جد جافة. الى عجبكم محتوى القناة ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك، كذلك تشاركوا القناة مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ولا بغيتوا تطرحوا لي الاسئلة ديالكم تقدروا تواصلوا معايا من خلال الصفحة الخاصة بالقناة على الفيسبوك او على الانستغرام. بحال هكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي اين نوفيل فابريكاسيون. باي باي.